أجدد تحية بحضراتكم. هذه التغطية المستمرة من القاهرة الإخبارية، خصصنا هذه الساعة حول تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. شهداء، قصف، دمار، جوع، فيش أكل. نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال محادثة هاتفية ضرورة إبرام صفقة لتحرير المحتجزين في قطاع غزة. كان الرئيس الأمريكي قد أعلن عقب الاتفاق بين لبنان وإسرائيل على وقف إطلاق النار أنه سيعمل مع دول عربية وإقليمية لوقف إطلاق النار في غزة. أكد المبعوث الأمريكي إلى لبنان أموس هوكشتاين إمكانية التوصل إلى صفقة لإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. نقلت وسائل إعلام أمريكية عنه قوله إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيواصل العمل حتى النهاية من أجل إعادة المحتجزين في قطاع غزة. وبشأن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، أوضح المندوب الأمريكي أن الفصل بين الحرب في غزة ولبنان كان المفتاح للوصول إلى هذا الاتفاق، مشيرا إلى أنه ليس هناك اتفاق مثالي وأنه لم يكن من الممكن الوصول لاتفاق أفضل. هذا أفادت مراسلة القاهرة الإخبارية بتظاهر العشرات قرب مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقدس المحتلة، مطالبين بصفقة تبادل للمحتجزين مع حركة حماس. طلب المتظاهرون بسرعة إبرام صفقة تبادل تسهم في عودة جميع المحتجزين الإسرائيليين من القطاع. هرب سكان قطاع غزة عن سعادتهم لتمكن لبنان من الوصول لاتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدين في الوقت ذاته شعورهم بالأسى لعدم إقرار وقف إطلاق النار في غزة حتى الآن. نشد سكان القطاع المجتمع الدولي بضرورة الضغط لوقف آلة القتل الإسرائيلية ورفع الحصار عن القطاع. ردود أفعال متباينة اجتاحت مشاعر سكان قطاع غزة المكلوم فور سماعهم وصول الجانب اللبناني لاتفاق وقف إطلاق النار. ففي الوقت الذي أعربوا فيه عن فرحتهم لهذا النجاح اللبناني، أكدوا أيضا شعورهم بالأسى على وضعهم الصعب والمستمر لأكثر من 400 يوما. والله يا ريت يكون عندنا يا رب وقف اطلاق النار زي ما فرح لبنان يفرح اولادنا ويفرحونا معهم. يا رب وقف اطلاق النار عنا، احنا تعبنا، احنا ملينا. انا جوزي اخذوا اسير 23 يوم واحنا جايين من شمال بيت لاهيا، اخذوا عند الاداره المدنيه لان انا من حد ما اخذوا جوزي وانا حاسه حالي مكسوره. مناشدات في غزه يصل مداها عنان السماء، تنادي جميعها بضرورة وقف العدوان والحصار الإسرائيلي على القطاع المنكوب الذي أصبح لا يصلح للحياة. احنا تعبنا، احنا بدنا وقف اطلاق النار وبدنا السلام، بدنا يعم السلام علينا ونرجع لبيوتنا ونرجع لمنطقتنا. احنا والله هاي اللي سترنا غير شادر، احنا جينا من شمال بيت لاهيا، لا معنا اواعي ولا معنا حرمات ولا معنا فرشات ولا معنا اي حاجه نقوى فيها صغارنا ولا نقوى فيها حالنا، لان انا كان نفسي يصير عنا نفسهم زي ما صار عندهم وقف اطلاق نار في لبنان يصير عنا. معاناة إنسانية تتفاقم يوما تلو الآخر في غزة، إذ تأبى آلة القتل الإسرائيلية إلا الاستمرار في حصد المزيد من الأرواح، ما أنهك الناجين من غارات الاحتلال العشوائية مع سوء الأوضاع التي لا يتحملها بشر. إحنا إلنا سنة ونص بنعاني قاعدين، معاناة، كل يوم موت، كل يوم أطفال بموتوا، كل يوم نساء، مستشفيات ما فيش عندنا أي مقومات للحياة في غزة. احنا بنعمل من الله وبنطالب الدول وبنطالب المؤسسات الدولية كلها انه توقف الحرب عنا بكفي.
الحرب إبادة وأخرى للتجويع. هكذا يستمر الوضع في قطاع غزة المحاصر الذي يعاني فيه السكان المدنيين من تواصل العدوان الذي يحصد أرواح الفلسطينيين يومياً في انتهاك صريح للقوانين الدولية والإنسانية. مزيد من التحليل ينضم إلي من القاهرة دكتور محمد عز العرب، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. تحياتي إليك دكتور محمد وأشكرك على قبول الدعوة. يعني في البداية وبعد هذه المستجدات التي لدينا، هل تلقي قرارات وقف إطلاق النار في لبنان بظلال على غزة أم أن الجبهتين بعيدتين في وقف إطلاق النار؟ تحياتي لحضرتك. على الرغم من أن كان لدي تصور أن هناك صعوبة في التوصل لقرار وقف إطلاق النار، لكن يبدو أن هناك مستجدات ضاغطة، أمور متغيرة، تأثيرات أمريكية، ضغوط من أطراف مختلفة دفعت في اتجاه وقف إطلاق النار في لبنان. وبالتالي إذا كان هناك تصور بأن كان هناك من المتعذر أن يلقي هذا وقف إطلاق النار في الساحة اللبنانية على غزة، لكن هناك وجهة نظر أخرى تشير إلى المرحلة المقبلة قد نشهد فيها، بغض النظر عن طبيعة التوقيت وإن كان ليس بعيدا، التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. أولا، كان هناك تصور إسرائيلي في البداية على ألا يكون وقف إطلاق النار على التوازي وإنما يكون على التوالي، لأن حكومة بنيامين نتنياهو ترى أن التوصل لوقف إطلاق نار على الساحة اللبنانية يؤدي إلى ضعف ما يطلق عليه وحدة الساحات. كما تعلم حضرتك أن حزب الله اللبناني قام كجبهة إسناد لقطاع غزة في اليوم التالي لهجمات 7 أكتوبر، وبالتالي التصور الإسرائيلي كان قائم على عمل فصل ما بين المسارات حتى لا يكون هناك وحدة للساحات. ولذلك نجد أن هناك تصريحات منذ ساعات قليلة لحزب الله تتحدث عن أنه لن يتخلى عن دعم فلسطين، لأنه يرى أن رؤية حكومة بنيامين نتنياهو هي العمل على فصل المسارات، مع الأخذ في الاعتبار أن إسرائيل ستواصل استهداف حزب الله على جبهات أخرى وتحديدا على الجبهة السورية. ولذلك محاولات غلق الحدود تتم مع الجيش اللبناني في هذا التوقيت. النقطة الثانية البالغة الأهمية أيضا في هذا السياق، يبدو أن هناك حالة من حالات الضعف المتدرج التي بات عليها الجيش الإسرائيلي. يعني رغم قدرة إسرائيل على إضعاف الفواعل العنيفة ما دون الدولة، وتحديدا حركة حماس في فلسطين وحزب الله في لبنان، لكن على الجانب الآخر الجيش الإسرائيلي يعاني من إنهاك ممتد أكثر من 400 يوم. بنتكلم على أن حرب غزة الخامسة تجاوزت في حدتها وفي نطاقها وفي بعدها الزمني الحروب غزة الأربعة الأخرى التي شهدتها المواجهات المسلحة ما بين إسرائيل وحزب الله. وبالتالي كان من الطبيعي أن يتم يعني
منح الجيش الإسرائيلي استراحة محارب لالتقاط أنفاسه في هذا السياق. نعم، محللون كثيرون تحدثوا عن هذه النقطة تحديدا، وهي أنه نتنياهو وقواته وجيشه في الميدان سوف يقومون بمعرفة ما هي الخطوة التالية بعد هذه القرارات بوقف إطلاق النار. يعني قبل أن تكمل حديثك، لكن سؤال في خضم ما قلته، وهو هل الاتفاق سيكون له تأثير إيجابي نحو التوصل إلى اتفاق أم سلبي من خلال تكثيف الضربات العسكرية داخل القطاع؟ هذا يتوقف على مدى الالتزام، متغيرات عديدة. يعني هناك متغيرات وسيطة هي التي تحدد مدى إيجابية أو سلبية تأثير هذا الاتفاق. اولا، مدى الالتزام الطرفين باطل هذا الاتفاق، حزب الله والجيش الاسرائيلي. النقطه الثانيه، وهي مدى الضغوط التي سوف تمارس من اطراف مختلفه على حركه حماس فيما يخص عدد الاسرى او المحتجزين الذين سيتم مقايدتهم باعداد اخرى مقابله للعناصر الفلسطينية المعتقلة أو المسجونة في السجون الإسرائيلية. إلى أي مدى سيكون هناك حديث حول تنازل إسرائيل بالانسحاب؟ وأعتقد أن سيكون هناك مرونة ليس فقط على الجانب الحمساوي، وإنما أيضا على الجانب الإسرائيلي خلال المرحلة المقبلة. واللي عايز أقوله لحضرتك، يبدو أن هناك شبه اتفاق ما بين الرئيس الحالي جو بايدن والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب على إغلاق ملف حرب غزة، إغلاق ملف التصعيد في لبنان، وبالتالي ان الاتفاق بتاع وقف اطلاق النار الموجود اللي هو بيتحدث عن 60 يوم سيتم تمديده، بل ان أمس مبعوث الرئيس الامريكي الى لبنان يتحدث عن وقف مستدام، وبالتالي هناك تطلع من جانب الدولة الراعية لهذا الاتفاق، طبعا علاوة على فرنسا، لان وقف مستدام لاطلاق النار في جبل لبنان، وتنعكس تأثيرات هذا الاتفاق على جبهة قطاع غزة بدرجة كبيرة، بما يؤدي إلى بدء مرحلة جديدة مع وجود دونالد ترامب. وبالتالي عدم الانتظار حتى كما كان يتصور البعض حتى يبدأ ترامب في ممارسة مهامه كرئيس، وإنما يتحقق ذلك بشكل استباقي وتنتقل إلى مرحلة لاحقة اللي احنا بنتحدث عنها منذ عدة شهور، وهي مرحلة زدي أفطر اليوم التالي. تعتقد دكتور محمد أن جو بايدن يستطيع إتمام مثل هذه الصفقة بتسليم محتجزين أو بعقد هدنة بمعايير معينة قبل نهاية ولايته أو قبل وصول ترامب لتسلم المقاليد بشكل رسمي؟ هذا سيتوقف على مدى التنسيق مع ترامب، يعني الإدارة الحالية مع الإدارة المقبلة. يتوقف أيضا بحدود تأثير ذلك بمدى حدوث تغير في الموقف الإسرائيلي، لأن هناك كما أشرت حضرتك بوضوح الصدام ما بين القيادة السياسية من جانب في إسرائيل والمؤسسة العسكرية، بتجعل ان هو يكون هناك استراتيجية للخروج، وان غياب وجود افق زمني بيفرض اعباء على الجيش الاسرائيلي بدرجة كبيرة. الاقتصاد الاسرائيلي ايضا يعاني من مضاعفات كبيرة من خلال حرب تجاوزت 14 شهر. جزء كمان يعني بيتردد داخل الحكومة الاسرائيلية وداخل الرأي العام ان اسرائيل حققت هدف مرتبط بإضعاف البنية التسليحية والصاروخية لكل من حركتي حماس وحزب الله، وبالتالي أصبح من الضعف بمكانه.
وان الرؤية الاسرائيلية بتتحدث عن تحقيق النصر الكامل في مواجهة الهزيمة الساحقة لتلك الفواعل، هذه مقاربة غير رشيدة وغير عقلانية، وان من الانسب التحلي ببعض التنازلات حتى يتم الوصول لأحد الأهداف اللي طرحها بنيامين نتنياهو، وهو تحرير الأسرى والمحتجزين، لأن كل الأهداف اللي طرحها في ظل استمرار الحرب لم تتحقق، لم يتم الإفراج أو تحرير الأسرى أو المحتجزين باستثناء عدد قليل، لم يتم وقف أي تهديد أي من تلك الجبهتين، لكن اللي حصل إن هم تم إضعاف الفواعل المسلحة في تلك الجبهة. هذه الجماعات أو تلك الحركات في ظل وجود الاحتلال سوف تظل تمارس تهديدها لإسرائيل بدرجة كبيرة، وبالتالي الخيار الأنسب هو البحث عن خيارات تفاوضية بدرجة كبيرة خلال المرحلة المقبلة. طيب، المسؤولون الإسرائيليون تحدثوا أن وقف إطلاق النار على لبنان أو تحديدا على جنوب لبنان وجنوب بيروت سيعطي المزيد من الفرصة والوقت للتركيز فيما يخص غزة، ما توقعاتكم بشأن ذلك؟ شوف حضرتك، أنا أعتقد أن إسرائيل يعني استنفذت كل خياراتها فيما يخص ممارساتها داخل هذا القطاع. اولا تم تدمير، يعني الرئيس ابو مازن كان يتحدث منذ اشهر طويله تدمير عن 75% من البنيه التحتيه في هذا القطاع، اعتقد ان العدد زاد، انه تم القضاء على عدد من قيادات ورموز حركه حماس من الصف الاول لحد الصف الثالث بدرجه كبيره، تم القضاء أو تدمير جزء كبير جدا من البنية التسليحية والدفاعية، وعلى الرغم كل ما تحقق لم يتحقق الهدف الأساسي وهو تحرير الأسرى، وبالتالي هيكون هناك إعادة نظر في جدوى الاستمرار في حرب مع الجناح العسكري لحركة حماس، على نحو يجعل أن أمام إسرائيل وأمام حكومة بنيامين نتنياهو التفكير في خيارات أخرى، مع الأخذ في الاعتبار أنه ربما مثلما حدث في الساحة اللبنانية يحدث على الساحة الغزاوية، وهو العمل على إيحاء رسالة بالتصعيد، لأن النسق العقيدي الحاكم لبنيامين نتنياهو هو أن التصعيد العسكري هو الذي يقود إلى التنازل السياسي مع الطرف الخصمي، سواء كان حزب الله من جانب أو حماس من جانب آخر أو حتى إيران من جانب ثالث، وبالتالي أنا أعتقد أن هيكون هناك إنعكاس وتأثير بدرجة كبيرة لوقف إطلاق النار في الساحة اللبنانية على قطاع غزة بدرجة كبيرة خلال المرحلة المقبلة. طيب، في ظل فقدان ثقة بين الأطراف الذين قد عقدوا قرار وقف إطلاق النار، وحماس التي فقدت بدورها جبهة إسناد كانت موجودة، يعني التأثير حول كل هذه المعطيات التي قد تكون كونك خبيرا في الدراسات السياسية والاستراتيجية قد استقيتها، هل يمكن لإدارة بايدن أن تصنع مزيد أو أن تتدخل بشكل آخر كي تزيد فرص تحقيق وقف إطلاق النار؟ وهل قد يدخل قوة من الجانب الشرقي، يتحدث هنا عن روسيا ربما أو الصين كونها لم تتدخل بشكل رئيسي ومباشر حتى الآن، هل لهم فرص في تعزيز مثل هذه القرارات؟ يعني سؤال حضرتك من شقين، قدرة إدارة بايدن، القدرة مش قدرة منفردة، لكن لابد أن يكون هناك دعم من جانب الإدارة المنتخبة، لكن هناك مسعى من جانب بايدن على أن إدارته تحقق ذلك، يعني مثلما يعني في عهد إدارة دونالد ترامب قدرته على أنه يوقع الاتفاق الإبراهيمي ما بين
إسرائيل وبعض الدول العربية قدرة بايدن على أنه هو مش يحقق سلام، وإنما يوقف تأثيرات حرب بدرجة كبيرة كانت هي الأكثر حدة وتأثيرا في مسار المواجهات ما بين حركات المقاومة المسلحة في الساحة الفلسطينية واللبنانية في مواجهة إسرائيل. وبالتالي هيكون هناك مسعى من جانب إدارة بايدن، لكن هناك استعداد وشعور بالإنهاك من جانب الجيش الإسرائيلي، رغم بنيامين نتنياهو أن يقلص الفجوة في المواقف ما بين المؤسسة العسكرية وبين القيادة السياسية، قدرته أيضا على توصيل رسالة للرأي العام الإسرائيلي في الداخل بأن لديه تطلع أيضا لوقف إطلاق النار على ساحة غزة، بما يعزز خيار الإفراج عن المحتجزين لدى حركة حماس وغيرها من حركات المقاومة. أما فيما يخص شق حضرتك الثاني من السؤال الذي يرتبط به حدود تأثير القوة الدولية المرتبطة بالصين وروسيا، أعتقد تأثيرهم ضعيف محدود إلى حد كبير. يعني روسيا لم يظهر تأثيرها إلا فيما يخص بعض القرارات الخاصة في التصويت في المنظمات الدولية بالامتناع، أو مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية واتخاذ موقف مغاير لها ودعوتها لوقف إطلاق النار في لحظات كانت تطالب فيها الولايات المتحدة ليس بوقف إطلاق النار وإنما بمواصلة إسرائيل حربها على حركة حماس باعتبارها منظمة إرهابية، اعتبار أن ما جرى في 7 أكتوبر يتجاوز بتأثيره وتزاعياته هجمات 11 سبتمبر 2001. وبالتالي روسيا لا أعتقد أن لديها دور مؤثر في هذا السياق. نعم. كل الدور سيكون للولايات المتحدة. حتى الصين دورها متواضع لحد كبير، وكان منحصر في أن هي استضافت ممثلي لحركتي حماس ومنظمة فتح لتعزيز الخيارات التي من شأنها دعم الوحدة الوطنية الفلسطينية، باعتبار أن هذا هو الذي يؤدي إلى ترميم الوحدة الوطنية ويؤدي إلى خلق جبهة فلسطينية تستطيع أن تعبر عن الشعب الفلسطيني أو تعبر عن الرؤية الفلسطينية في مرحلة ما بعد سقوط المدافع وتشكيل توافق وطني يقود إلى استقرار مرحلة إدارة قطاع غزة في مرحلة ما بعد انتهاء حرب غزة الخامسة. ماذا وصل لك من ردود أفعال الجانب الإيراني بخصوص كل هذه المستجدات؟ شوف، إيران ربما بتحاول إن هي تعمل تهدئة وليس تصعيد بدرجة كبيرة، لأن إيران مدركة أن إسرائيل كانت تحاول جرها لحرب إقليمية موسعة تخوضها وتشترك معها الولايات المتحدة الأمريكية، بما يؤدي إلى لجم النفوذ الإيراني في الإقليم. لكن أعتقد كان هناك إدراك إيراني بذلك، وإن إيران مدركة أن يكون هناك المواجهات ما بين ومن إسرائيل هي أقرب للتصعيد المحسوب والذي لا يقود إلى حرب عسكرية ومواجهة مباشرة تخسر فيها إيران بدرجة كبيرة في هذا السياق. وبالتالي هناك إدراك من جانب إيران بعدم الإنجرار لحرب عسكرية موسعة مع إسرائيل. النقطة الثانية، دعني بس أكمل الفكرة. النقطة الثانية إن إيران مدركة إن دونالد ترامب كان لديه ميراث في التعامل مع سياسة الضغوط القصوى، فرض عقوبات اقتصادية، استهداف لعدد من عناصرها الرئيسية وخاصة في صفوف قوات الحرس الثوري الإيراني، لا تريد أن يتعرضوا للاستهداف من جانب
الإدارة الأمريكية الجديدة، خاصة وإن إسرائيل داعمة لذلك وتسعى إلى مواجهة النفوذ الإيراني. ولذلك نجد إن بنيامين نتنياهو في خطابه أول أمس كان مركزا من وجهة نظري في حديثه عن كيف يمكن لجم النفوذ بل والتهديد الإيراني على حد تعبيره، وبالتالي لا تريده أن يعني تعطيه الفرصة في هذا السياق. النقطة الثالثة أن إيران مدركة أنه على الرغم من عدم قدرتها على التخلي على دعم وكلائها والفواعل الداعمة لها، لكن في ظل هذه الضغوط التي تأتي من اتجاهات مختلفة ترى أنه من المهم التهدئة بدرجة كبيرة على الصعيد الإقليمي حتى لا تكون التأثيرات مضعفة من أمنها ومن استقرارها ومن مواردها خلال المرحلة المقبلة. ميدانيا دكتور، الحديث عن إعمار غزة واليوم التالي للحرب، كيف ترى الوتيرة التي أصبح المجتمع الدولي وأيضا الحكومات والولايات المتحدة تتحدث عنها بهذا الصدد، وهل هو ليس بالوقت الأفضل للحديث عن إعمار غزة في ظل الظروف المتردية التي شهدناها في التقرير الإنساني منذ قليل يعني في هذه التغطية، أم أن ما زال الحديث عن وقف إطلاق النار هو الأولى؟ أعتقد بالفعل يعني أنا أتفق مع حضرتك تماما في أن الخيار الأنسب الحديث عن اليوم اللاحق أو اليوم السابق عن اليوم اللاحق. لابد أن نتحدث عن إزاي نوصل لوقف إطلاق النار ثم نتحدث عن اليوم التالي، لأن يعني منذ نهاية أكتوبر وبداية نوفمبر انشغل الأمريكيون والأوروبيون بإعداد تصورات فيما يخص واقع القطاع ما بعد انتهاء الحرب. هل استمرار وجود القوات الإسرائيلية؟ هل وجود قوات دولية سواء قوات من اليو إن من الأمم المتحدة، قوات من الناتو، قوات من الولايات المتحدة مدعومة ببعض القوات من عدد من الدول العربية، هل هي قوات أوروبية مع قوات تابعة لقوات الأمن الفلسطيني من حركة فتح؟ يعني نحن نتحدث عن سيناريوهات مختلفة، سيناريوهات هجينة، من الصعب يعني من المهم ان احنا نتحدث عنها، لكن واحنا بنتحدث عنها في ذهننا كيف يمكن الوصول لتلك المرحلة، كيف يمكن اعداد اليوم السابق لليوم التالي بحيث يكون قريبا، لان التكلفة بل لان مش التكلفة لان هناك قضايا عديدة ينبغي التعامل معها. ما هي الجهات التي تقوم بالإدارة الأمنية والخدمية في هذا القطاع؟ يعني حتى هناك بعض السيناريوهات بخلاف ما تحدثت عنه تشير إلى زي اتفاق المعابر اللي كان في 2005 وقوات أوروبية مع قوات فلسطينية. إلى أي مدى سيكون هناك تمثيل من بعض الدول العربية المعنية بالمسألة الفلسطينية؟ كانت هناك أحاديث عن دول عديدة مثل مصر، الإمارات، المغرب، لم يتم الحسم في هذه المسألة. إلى أي مدى إسرائيل، أنا أعتقد ولا إسرائيل ولا الولايات المتحدة ستقبل بوجود تمثيل لحركة حماس في ترتيبات اليوم التالي خلال المرحلة المقبلة. أعتقد أن هذا سيناريو مستبعد إلى حد كبير ولم يتم القبول به. هناك أيضا تساؤلات ترتبط بالأموال اللي هي يحتاجها هذا القطاع لإعادة الإعمار، لأننا نتحدث عن إعادة إعمار ولإعادة بناء، وهو ما هو المدى الزمني الذي سوف يستغرقه القطاع أقرب لأرض محروقة؟ كان هناك سعي من جانب إسرائيل إلى جعل هذه المنطقة بحيث أنها تبقى غير مأهولة للسكان، صعبة للعيش بدرجة كبيرة. مين اللي هيتكفل بدفع تلك الفاتورة؟ التصور الإسرائيلي للدول العربية وخاصة الدول الغنية هي اللي هتكون
تتحمل العبء الأكبر من الفاتورة؟ هل هي المؤسسات وبعض المنظمات المالية الدولية، البنك الدولي، بعض المنظمات الأخرى؟ لأن الوضع في غزة أشبه بكارثة مفجعة إلى حد كبير. صحيح، وصورة خير مثال. دكتور محمد، ابقى معي. دكتور محمد عز العرب الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية للتعليق حول هذه الأخبار والتقارير. نقلت صحيفة واشنطن بوست عن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساخي هنجبي أن الجيش سيكثف حملته في قطاع غزة بعد وقف العمليات على جبهة لبنان. ووفقا للصحيفة، أكد أن الجيش قادر على التعامل مع حركة حماس في غزة بعمليات أكثر كثافة مما هي عليه اليوم، حتى تصير الحركة وحيدة، مشددا على أن حماس يجب أن توافق الآن على صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين. ميدانيا، استشهد 4 فلسطينيين جراء قصف جوي للاحتلال على منزلين في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. أفادت وسائل إعلام فلسطينية، شن جيش الاحتلال قصفا عنيفا على مخيم جباليا شمالي القطاع، ما أسفر عن استشهاد فلسطيني آخر. هذا واستشهد طفل فلسطيني مع عائلته بقصف لجيش الاحتلال على منزلهم بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة شمالي القطاع. قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق إن برنامج الأغذية العالمي أعلن إغلاق جميع المخابز وسط قطاع غزة. حذر برنامج الأغذية العالمي من أن نقص الطعام والإمدادات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة قد يتحول إلى مجاعة أو مجاعة بحلول الشتاء. ديفيد لامي وزير الخارجية البريطاني قال إن إسرائيل تواصل عرقلة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وفي جلسة وللسؤال والجواب في البرلمان الإيطالي البريطاني، قال لامي إنه من غير القانوني أن تضم إسرائيل أراضي الضفة الغربية، لأن ذلك يقضي على اتفاقية أوسلو وحل الدولتين. من لها ينضم إلي الأستاذ زيد تيم، أمين سر حركة فتح بهولندا، لينضم أيضا مع ضيفي من القاهرة دكتور محمد عز العرب الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. أجدد التحية دكتور محمد وأحييك. مرحبا سيد زيد من لاهاي. بداية سيد زيد، يعني مستجدات كثيرة، ماذا استقيت منها خاصة بعد مرور نحو 24 ساعة على إيقاف الإطلاق النيران في الجبهة اللبنانية؟ أسعد الله صباحك أستاذ عمر، تحياتي لك ولفضائيتكم المحترمة ولأستاذنا العزيز الأستاذ محمد لضيفك الكريم. الرحمة للشهداء والحرية للأسرى والشفاء للجرحى. طبعا أولا يتمنى الشعب الفلسطيني ورحب بهذه الخطوة المهمة، الوقوف حرب تدمير المدن وتدمير كثير من القرى اللبنانية، لأنه هذا الاحتلال لا يعرف أبدا إلا ممارسة أشكال القتل والإرهاب والتهجير، ولا يفهم لغة السلام على الإطلاق. وكما كان نتمنى كذلك هو العمل بشكل جدي وجاد خلال الفترة القادمة على وقف إطلاق النار في غزة، الذي تعرضت وتتعرض إلى يومنا هذا بعد أكثر من 419 يوم تقريبا إلى حرب إبادي جماعية أتت ضمن تقارير دولية في محكمة العدل ومحكمة الجنايات الدولية. وكان القرار الأخير بجلب نتنياهو، المذكرة الذي خرجت بحق نتنياهو وجالنت، وكثير كذلك لاحقا سيصدر بعض الأشياء بكثير من الذين أجرموا في قولا وفعلا في النية والفعل في حرب الإبادي الجماعية ضد الشعب الفلسطيني. أنا أعتقد أنه اليوم الوضع مطلوب بشكل عاجل وجاد فعلا ممارسة كل أشكال الضغط، ممارسة كل أشكال
من المجتمع الدولي، لأنه نتنياهو، لاحظ نتنياهو وحكومته اليمينية، ولاحظ تصريحات سموتريتش ونتنياهو دائما تصب في مصب واحد، هو الكراهية والتهجير القسري وضرب ووضع خيارات لا ثالث لهما. يمكن مثل ما أتى بخطاب نتنياهو يقول أنه خيار الرسالة الواضحة للشعب الفلسطيني ممكن أن يختار الحياة وضمان مستقبل أو يختار الموت والدمار. أنا أعتقد يعني هذا دليل واضح على ارتكاب هذا الاحتلال المجزرة والمجزرة والقتل والقتل، كذلك سموتريتش وتصريحاته الذي يطالب اليوم وبشكل عنصري وعدواني من قبل قيادة الاحتلال على رأسه هذا سموتريتش الإرهابي، الذي يقول بأننا سنضم الضفة الغربية، وكذلك يحاول إلقاء كما يقول كذلك بن غفير أننا احتلال غزة مرة أخرى، ويعني كل هذا يرتقي إلى جرائم حرب وإلى تطهير عرقي وإلى لا إنسانية من قطع كل أشكال الحياة. وهذا أتى بناء على تقارير دولية أستاذ عمر، يعني كل هاي الأشياء يجب وبشكل واضح أنه يكون هناك ضغط دولي وممارسة كل أشكال الضغط من أجل وقف الحرب، كما أتى على لسان بايدن أول أمس وأمس أنه سيحاول مع القيادة مع نتنياهو وغيره لبذل شيء في وقف إطلاق النار. والقيادة المصرية كذلك الأمر كما تعلم ونعلم جميعا اليوم سيتوجه وفد أمني إلى تل أبيب من أجل مناقشة الأيام القادمة ومحاولة طرح بعض الأمور من أجل موضوع التبادل ومن أجل وقف إطلاق النار. كل هذا الأمر يجب ولزام على المجتمع الدولي أن يكون ومجلس الأمن الدولي أن يلزم هذا الاحتلال، حتى أن هذا الاحتلال يعلم الجميع أنه لا يكترث لا بالقانون الدولي ولا بالقانون الدولي الإنساني، ولكن يجب أن يصدر قرارات ويلتزم رغما عن أنفه. طيب التوقعات أو التخوفات، يعني إن صح التعبير، التخوفات من انهيار حكومة نتنياهو وأيضا فقدان السلطة في حال عقد حل أو اتفاق بخصوص غزة، وأيضا فقدانه لأحلام أو أهداف ضم أراضي الضفة الغربية، هي من تجعل رئيس الوزراء بنيامين وضع عراقيل لإتمام أي صفقة؟ أكيد أستاذ عمر، وضع نتنياهو أصبح واضحا، هو حكومته اليمينية المتطرفة. نتنياهو لا يرغب على الإطلاق يعني إبرام صفقة، والدليل على ذلك أنت تذكر وأنتم كمحطة تابعتم عندما اقترح بايدن وقال هذا اقتراح نتنياهو بوقف إطلاق النار والتبادل والعمل على ذلك، ومع ذلك أفشل هذا الموضوع لأنه عنده، هو يعلم جيدا ماذا فعل، هو سيقدم إلى المحاكم الداخلية وهو مطالب اليوم كذلك من قبل الجناية الدولية، وإضافة إلى ذلك لم يحقق أي مطلب، لا أعاد المستوطنين إلى الشمال، لم يعود المستوطنين إلى محيط غزة، ماذا حقق غير شيء واحد ألا وهو حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني. أستاذ عمر، لما الاحتلال بيحاول يلقي أكثر من 85 ألف طن من المتفجرات مأخوذة أغلبها من أمريكا على قطاع غزة التي أدت إلى حرب الإبادة الجماعية، وخلق أكثر من 43 مليون طن من الركام، نتنياهو يحاول اكثار من ذلك، 44 ألف شهيد وأكثر، و100 ألف جريح وأكثر، 20 ألف مفقود وأكثر. هذا الاحتلال ونتنياهو يعلم بأنه في حال وقف إطلاق النار سوف يذهب إلى المحاكم الداخلية الذي طلبته، لأنه هو قام بعملية فساد، قام بعمليات تجسس كثيرة وبأشياء كثيرة يعلمها القضاء الكيان الصهيوني، وهو يعرف أنه سيذهب إلى محاكمة داخلية ومحاكمة خارجية بشكل واضح وقولا واحدا. إضافة إلى ذلك لاحظ كل المتطرفين من سموتريتش من غفير، هل يقدموا السلام؟ هل يقدموا الأشياء الإيجابية؟ على العكس،
يطالبوا بضم الضفة الغربية وطالبوا بضرب السلطة الوطنية الفلسطينية بتقطيع أوصال الضفة. لاحظ ماذا فعلوا بطوباس مجازر، ماذا يفعل في نابلس وفي جنين. الضفة الغربية ليس بأحسن حالة من غزة ولا القدس، ولكن هذا الاحتلال لأنه يعتقد ونتنياهو أنه الحلول الأمنية هي التي سوف تأتي بنتائج. هو واهم حقيقة، لأنه لم يحقق من كل هذه الحرب وحرب الإبادة أي مطلب مما وعد به هذا الكيان الصهيوني ووعد المستوطنين. لم يعيد المحتجزين الأسرى، ولم يعيد المستوطنين إلى الشمال، وإلى يومنا هذا. ولاحظوا اليوم، لاحظ في الكيان الصهيوني هناك خلافات وصلت إلى التراشق في البرلمان بالكلام وتهجم أهالي المستوطنين، إن كان على بن غفير ولا على سموتريش ولا على نتنياهو. أنا بقول لك أستاذ عمر وبشكل قطعي، هذه الحكومة الإسرائيلية مع كل هذا الإجرام ومعارضتها للقانون الدولي ويعني سوف تذهب إلى زوال، لأنه يعلم جيدا أن الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يركع إلا لله الواحد الأحد فقط لا غير، وهذا مطلب حق لا نستجدي أحدا على الإطلاق. على العكس، هذا حق مشروع للشعب الفلسطيني ضمنته القوانين الدولية لهذا الشعب. أستاذ زايد ابقى معي، سأسأل نفس السؤال إلى ضيفي في القاهرة أستاذ أو الدكتور محمد عز العرب. دكتور محمد، هل تتفق مع ضيفي من لاهاي سيد زايد في أن بنيامين نتنياهو لن يقدم أي حلول ولن يصل إلى أي اتفاق لأنه يخشى من المحاكمة ويخشى من فقدان السلطة هو الآخر، في وقت يعني لا تزال فيه الحرب على غزة هي مصدر التوتر في المنطقة، وأن التوتر لن ينتهي إلا بإيجاد حل لهذه؟ كيف ترى يمكن الخروج أيضا من هذه الدائرة المفرغة؟ هو بالفعل أحد التحديات الحقيقية كما أشار الأستاذ زايد بالفعل التي تواجه يعني التوصل لقرار الوقف إطلاق النار في حالة غزة هو التصلب الموقف السياسي لبنيامين نتنياهو. إلى أي مدى سيحدث تغير في موقفه مرتبط باعتبارات عديدة. هل حدث تغير في موقف المؤسسة العسكرية؟ يعني كما أشرنا بالنسبة لحالة لبنان هناك حالة انهاك شديدة، لكن كانت هناك بعض الأصوات داخل المؤسسة العسكرية التي تحدث عن ضرورة إطفاق 20% من الحريق، لكن يبدو أن الفترة الماضية أدت إلى الإضعاف الكبير لحركة حماس وفق تصور الجيش الإسرائيلي، وبالتالي حماس قبل 7 أكتوبر تختلف إلى حد كبير عن حركة حماس ما بعد 7 من أكتوبر، لا سيما بعد استهداف كوادر وقياداتها من الصف الأول للصف الثالث، الاستيلاء والتدمير على البنية العسكرية والتسليحية لها، تحييد جبهة إسناد لها في الساحة اللبنانية. لكن يبقى على الرغم من كل ذلك تصلب موقف بنيامين خوفا على مصيره السياسي. أيضا لم توجد مؤشرات توحي بأن هناك تغير في الموقف الحمساوي، لأن موقف قيادات حركة حماس تتحدث عن ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من كامل القطاع. هل إسرائيل ستقبل بذلك؟ ربما، لكن إلى أي مدى سوف تقبل أيضا بما سوف تطرحه عليها حركة حماس بإيه هي الأعداد التي يتم المقايضة في مواجهة المطلب الإسرائيلي بالإفراج عن الأعداد، لأن حتى هذه اللحظة لم يتم تحديد عدد دقيق بإيه هم أعداد الإسرائيليين سواء لدى حركة حماس أو غيرها، لأن ليس العدد كله لدى حركة حماس، هناك حركات أخرى مثل الجهاد والجبهة الشعبية لديها محتجزين إسرائيليين. النقطة البالغة الأهمية أيضا إلى أي مدى سيتم السماح بعودة
النازحين الى مقر اقامتهم. طبعا مقر اقامتهم تم تدميرها بالكامل، لكن من حيث المبدا، لان بنيامين نتنياهو وبن غفير كانوا يروا ان مجرد العوده مره اخرى معنى ذلك اعاده للم الشمل الفلسطيني، وبالتالي يعني ذلك اعاده هيكله متدرجه لحركه حماس مره اخرى. سيظل هناك تعقيد، متفق مع استاذ زيد بالنسبة لنتنياهو في التصلب بموقفه، وبالتالي المسألة ترتبط بمجموعة من المتغيرات. الموقف الأول، إلى أي مدى سيكون هناك تغير في، مش موقف نتنياهو، موقف المؤسسة العسكرية بمدى استمرارية الحرب. هل ترى أن يكون هناك حالة استراحة محارب ممتدة ليس من الساحة اللبنانية وإنما من الساحة الفلسطينية أيضا؟ هذه واحدة. النقطة الثانية، إلى أي مدى سيكون هناك ضغوط من جانب الولايات المتحدة؟ هنا لا أتحدث عن إدارة بايدن، لأن ربما يكون هناك تنسيق متبادل ما بين الإدارة الحالية والإدارة المقبلة لإغلاق هذا الملف، أو على الأقل إنجاز عدد من ملامحه قبل قدوم ترامب. إلى أي مدى سيكون هناك ضغوط على القوة الإقليمية التي تستضيف حركة حماس، لأن كانت هناك ضغوط من جانب إسرائيل والولايات المتحدة على الدوحة بضرورة ترحيل العناصر المقيمين على أراضيها. ولذلك كانت هناك أحاديث رسمية قطرية لعدد من عناصر حركة حماس غادروا البلاد بدرجة كبيرة، لأنها مدركة مدى الضغوط التي تتعرض لها، واحتمال تعرض بعضهم للاستهداف مثلما حدث لاستهداف عناصر أخرى على جبهات مختلفة، سواء في الساحة الفلسطينية أو في الساحة اللبنانية أو داخل إيران مثلما حدث بالنسبة للسيد إسماعيل هنيه. بالتالي نحن نتحدث إلى أي مدى سيكون هناك ضغوط، لأن ضغوط الأسر والمحتجزين في إسرائيل أعتقد مش ضغوط قوية. صحيح. وما نيجي نشوف حتى ملامح الاحتجاجات وأعدادها قلت مقارنة بفترات سابقة إلى حد كبير. نزع عن أحزاب المعارضة هي الأخرى. لسه بالضبط حالة أحزاب ضعيفة للغاية، وإن لو تم تشكيل والدعوة للانتخابات سيكسبها من يمين نتنياهو، ليس لقوته وإنما لضعف الأطراف الأخرى. بالتالي المسألة ترتبط ب شبكة من المتغيرات الوسيطة التي ترتبط بمتغيرات داخلية إسرائيلية، ترتبط مدى يعني حالة الأوضاع الإقليمية، حالة الضغوط على الطرف الإقليمي اللي بيستضيف حركة حماس، مدى العوامل الدولية والتنسيق فيما بين الإدارتين، إدارة بايدن وإدارة ترامب للمضي قدما في هذا الملف. وبالتالي أنا أعتقد أن سيظل بنيامين نتنياهو يناور ويحاول يمتلك بعض أوراق الضغوط للحصول على أكبر قدر من التنازلات من الجانب الحمساوي بدرجة كبيرة. نعم سيد محمد. طيب سيد زيد، أنتقل إليك بهذا السؤال وهو عن الوضع الإنساني. يعني كما نشاهد، هل ما زال الوضع مبكرا للحديث عن يعني إعمار غزة في ظل هذه الظروف المتردية التي نتابعها سواء في التقارير أو التي تصلنا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي في كل مكان عن وصول فصل الشتاء مما زاد حجم المعاناة لديهم مرة أخرى؟ هل ما زال الحديث عن إعمار غزة وعن إدخال المساعدات ليس في وقتها ماذا؟ على العكس تماما أستاذ عمر، والمفروض أولا وقف إطلاق النار. المسألة الأخرى هو السماح إلى المنظمات الدولية ولا الأمم المتحدة لدخول المساعدات، لأن هناك فعلا مجاعة حقيقية وهناك تجويع وهناك حرب إبادة، لأنه كما أسلف الأستاذ محمد لم تعد أصلا غزة صالح للحياة حقيقة، وخصوصا منطقة الشمال. نعم. المياه ملوثة، 90% من المياه ملوثة. اليوم الحديث عن الإعمار يأتي في المرحلة الأخرى. المرحلة الأساسية الآن
أنا أعتقد وقف إطلاق النار والأهم من ذلك هو إدخال المساعدات، هذا حق مشروع للشعب الفلسطيني وحق مشروع إلى اللغم، إنه هذا الاحتلال مارس كل أشكال التهجير والعنصرية والأبارتايد والحديث المتطرف وحديث الكراهية والقتل والإجرام كما تفننوا بأنه تحدثوا وهم يقتلوا أطفال بأن قتلنا أطفال، وهذا أتى في تقارير جنائية دولية. حقيقة أهم شيء يجب أن يعني عند الشعب الفلسطيني اعتقاد يقينا أن الاحتلال إلى زوال، والسلام في الشرق الأوسط يبدأ بحل القضية الفلسطينية وفقا للشرعية الدولية. هذا شيء طبيعي، استمرار الاحتلال وتقديمه كل هاي الأشكال يشوه الصورة لهذا الاحتلال بشكل لأنه يعطي أمام العالم على مرأة ومسمع العالم ما يقوم به الاحتلال. واليوم لاحظ، يكفي أن تقول رئيس وزراء هذا الكيان مجرم حرب ووزير دفاعه مجرم حرب، ولاحظ حتى نتنياهو يحاول التخلص من كل ما يقف في وجهه لأنه هو لا يرى إلا نفسه، لأنه يعلم جيدا أنه كل حرب الإبادة سيدفع ثمنها. اليوم في غزة أستاذ يعني عمر لازم الإنسان يكون واضح وشفاف، وكل لو دخل 600 شاحنة اليوم و1000 شاحنة لا يكفي حاجة الشعب. اليوم حتى الخيام الذي يسكن فيها دمرت، الشعب الفلسطيني في شمال غزة بيت لاهي وجباليا حرق في الخيام على مرأة ومسمع العالم، البحر أكل جميع الخيام الذي اعتبروها مناطق آمنة، فصل الشتاء والبرد القارس، وأغلب ما يعاني من هذا الأمر هو الأطفال والنساء والشيوخ. يعني الاحتلال أجحف بحق الشعب الفلسطيني. وأنا بدي أقول لك مثل طبيعي، هل الدبور بيعطي عسل يا أستاذ عمر؟ هذول لا يمكن يعطوا عسل، لا يمكن على الإطلاق، ولا يمكن أن يفهموا لغة السلام، لا سموتريش ولا بن غفير ولا نتنياهو. ويجب تقديمهم إذا كان في عدالة في هذا العالم الذي يحترم القانون والقانون الدولي الإنساني، يجب أن يقدموا إلى المحاكم الدولية كما قدم نتنياهو وجالانت، وسيأخذ نصيبه. ولاحظ اليوم أن نتنياهو رفع للعلم فقط لا أكثر ولا أقل، ورفع للجنائية الدولية كتاب يطالب بتأجيل أو يطالب بأنه ممكن يقدم استئناف على هذا القرار، وهذا قرار أنا أعتقد لن يكون لأنه لم يقبل القضاة الاستئناف. فهو يحاول كل ما يستطيع من قوة لإطالة أمده، ولكن النهاية الأخيرة يجب أن يقدم إلى المحاكم الدولية. وأهلنا في غزة الله يكون معاهم والله يكون بعونهم، ويجب على أحرار العالم وكل دولنا العربية وكل أحرار العالم تقديم كل ما هو ممكن بالضغط على المنظومة الدولية من أجل وقف هذا الحرب وهذه الحرب المسعورة ضد شعبنا الفلسطيني. وأنا بقول لك بشيء واحد وبسيط، لا يمكن كما أتى بكل المقررات الدولية وكل هاي القرارات الدولية وكل التي أتى من مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان ومحكمة العدل ومحكمة الجنايات، لا يمكن على الإطلاق حل أي مشروع دون حل القضية الفلسطينية، حل عادل يضمن كرامة الشعب الفلسطيني، بناء دولته الفلسطينية المستقلة على أرض غزة والضفة والقدس ضمن الشرعية الدولية وعودة اللاجئين الفلسطيني. غير ذلك أنا أعتقد أن الأمور ستعود إلى المربع الأول، يعني وهذا الاحتلال لا يفهم لغة السلام للأسف الشديد. وضحت الصورة والمطالب، ومن المؤكد أن الجميع يضم صوتك لهذه النداءات والمطالب التي هي من حق الشعب الفلسطيني. على أي حال انتهى الوقت من لاهاي، كنت معي أستاذ زيد تيم أمين سر حركة فتح بولندا، أشكرك شكرا جزيلا، كما أشكر ضيفي الكريم دكتور محمد عز العرب الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية على الإيضاح والنقاط المضيئة. أشكركم أيضا متابعي القاهرة الإخبارية، والتغطية بالفعل مستمرة معكم على شاشتنا. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت القاهرة نيوز.نت، كما أيضا أطلب منكم متابعتنا على جميع وسائل التواصل الإلكترونية. كان هذا وقتي، أنا معكم عمر مصطفى، إلى اللقاء.